شاء الله سعيد بن بطي الزعبي يتحرك ببطء يدفع بالعنود، وفي يافي أيضا في المركز الثالث مع حمد بن جهويل منافسة كبيرة منافسة قوية. في يافي العنود الفيصلية، الفيصلية على الصدارة، العنود المركز الثاني، في يافي تحركت، بن جهويل وصل، بن جهويل من درس هذا الشوط جيدا، من قدم لنا القراءة للأمتار، ينطلق مع في يافي، في يافي والفيصلية، الفيصلية وفي يافي الناموس، ناموس الشوط الرئيسي، في يافي الفيصلية، الفيصلية في يافي، في يافي، في يافي. تهانينا لحمد بن محمد بن جهويل المري على فوز في يافي بالمركز. هناك في المركز الأول صالح بن حمد بشريده المري يفاجئنا في الكيلومتر الأخير وينطلق هنا مع راهي سلام، سلام راهي سلام، سلام صالح بن حمد بشريده المري وسلام رياني سلام، سلام من هذا الميدان إلى منطقة الريان أو إلى مدينة الريان، نبعثها عبر الهواء مباشرة إلى صالح بن حمد بشريده المري على تقديمه لهذا النوعية أو لهذه النوعية الممتازة. هذا هو راهي وهذا هو أداؤه وهذه لحظات اقتناصه لناموس الشوط الرئيسي المركز الثاني. زعيم وظن ولكن ظن ظن يا سلام. اذا السلام يتجه مشاهدينا الاعزاء الى منطقه المعاذر والى حمد بن غانم الهديفي. اذا مشاهدينا الاعزاء سلام الهديفي سلام، سلام ظن سلام، اذا ظن بشعار مختار مشاهدينا الاعزاء تختار المركز الاول يا بوي. سلام سلام ظن سلام، سلام للهديفي سلام، ومشكور يا بن شابل، مشكور يا حمد بن راشد بن شابل على هذه المواصيل التي وصلت اليها ظن. سلام المعذر سلام، تهانينا والناموس لحمد بن غانم الهديفي على هذا الفوز. أكلتك الذئاب يا بن جوير. الذئب مشاهدينا الأعزاء يفرض السيطرة والهيمنة على هذا الشوط في الوقت الحساس، ولكن ما زال شباب حظوظه قوية، ولكن الذئب، ولكن الذئب مشاهدينا الأعزاء ينتزع ناموس الشوط مع بن جوير. تهانينا لمالك الذئب، تهانينا لمالك الذئب محمد بن جابر بن جوير من قدم المستوى الممتاز وكان في مستوى هذا الشوط. تهانينا لك يا بن جوير على هذا الفوز المستحق. الذئب مشاهدينا الأعزاء يحسم أمور هذا الشوط، فتهانينا لمحمد بن جابر بن جوير المركز الثاني. شباب سهيل بن يزرب العامري، ولكن بنروح مع براية، مع براية رافع راية الناموس. الله الناموس يا سعيد يا بن علي يا براية المري، تستاهل الناموس على فوز الغزيل وتحقيقها بهذه النقطة الذهبية الجميلة. يا سلام الله، هذه لحظة وصول الغزيل إلى المية متر الأخيرة. غزيل سعيد بن علي براية المري، تهانينا والناموس لك يا براية على هذا الناموس المركز الثاني. تصل شعاع لنايف بن سهيل بن يزرب العامري المركز الثالث. السردال ناصر بن عبد الله بن احمد المسند على مستوى المركز الرابع. الله الوعب، الوعب قادم مشاهدينا الكرام على مستوى المركز الثاني، ولكن غير هناك من الجانب الايمن ضيف احمد بن عبد اللطيف المسند، احمد بن عبد اللطيف المسند غير مشاهدينا الافاضل، وهنا المسند، المسند الاخر يصل في المركز الثاني. يا سلام ضيف 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 مشاهدينا الكرام، ضيف والسردال، السردال وضيف، ضيف والسردال، السردال وضيف. يا سلام يا سلام مشاهدينا الكرام أشقاء، هنا مشاهدينا الأفاضل يتنافسون على المركز الأول، ولكن ضيف مشاهدينا الأفاضل هو صاحب الناموس أحمد بن عبد اللطيف. على المركز
المركز الأول. يا سلام، انطلاقة الفوز في هذه اللحظات، انطلاقة الناموس، انطلاقة الناموس وقناة الريان اللي تتابع انطلاقة حربة، تتابع انطلاقة حربة، محبي حربة ومحبي هذا الشعار، تهانينا تهانينا لمالك حربة، وسلام للدفنة، سلام سلام للدفنة، سلام لحربة ومالك حربة وشعار حربة. يا سلام، تهانينا تهانينا والناموس لمالك حربة وليد بن محمد بن إبراهيم، ومشكور مشكور يا جابر يا بن جرحب، تهانينا والناموس لمالك حربة. الرابع المتحد محمد بن ذروة المري، ولكن خلاص خلاص ال 300 متر الاخيره، يلا يا بن سلامه، يلا يا العفره، يا سلام، انطلق بن سلامه في هذه اللحظات ليغير الى الصداره، ليغير مع الاطلاع. محمد بن راشد بن سلامه الهاجري انطلق في هذه اللحظه مع الختام، مع ختام هذا الشوط، اعلن حضوره واعلن فوزه بهذا الشوط، اعلن صوغان على المركز الثاني، راشد بن عبد الله آل سند، ولكن الناموس يبقى مع الأطام، محمد بن راشد بن سلامة الهاجري، تهانينا. سلطانه الأقرب للناموس، سلطانه وصل أبو إبراهيم، وصل أبو إبراهيم، وصل باللحظة الأخيرة، لا يا لحظة ما بعدك لحظة، يا لحظة ما بعدك لحظة، السعيد بن محمد أبو إبراهيم قادم مع العزوم، مع العزوم، مع العزوم، يا مشاهدين الأعزاء، سلامي للخوانيج، سلامي للخوانيج في دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سلامي وتحياتي لأبو إبراهيم، ها هي لحظة الوصول، المركز الثاني يا مشاهدين الأعزاء، إشعار سيد مشاهدين الأعزاء، حنيش الحنيش الحنيش، مشاهدين الكرام، مستمعين الأعزاء، مسفر بن محمد السندوانة المري، مشاهدين الكرام، سلالة مشرف المملوك لسمو ولي العهد، مشاهدين الأعزاء في هذا الأداء، السلام التحية والاعترام إلى وين؟ إلى وين؟ إلى السهلية، السهلية مشاهدين الكرام في هذا الأداء، سلام تحية واحترام للسندوانة مع الحنيش، ها هي لحظة الوصول، تهانينا والناموس، المركز الثاني جلاد لمحمد بن ناصر. بن عقيل وبن قطامي هنالك بحوار، ولكن يا سلام، بدأ هنالك التسلل، بدأ الانطلاق، بدأ الاندفاع من الظبي، غيرت الظبي على الصدارة، الظبي انطلقت لمحور الناموس، لمحور الإبداع والتميز مع صدارة هذا الشوط، ولكن شواهين لديها كلام آخر، لديها رأي آخر في هذا الشوط، ولكن سلام سلام الظبي، سلام وسلام بن عقيل، سلام صالح بن مسلم بن عقيل المري، يظفر في هذا الشوط وينتزع ناموس هذا الشوط ثاني المراكز، مرعوشة وشوي المبارك بن قطامي المري مركز ثالث. صدارة ويغير الأمور لصالحه وعلى حساب عواد، ولكن عواد من الجانب الأيمن لديه رأي آخر، لديه رأي آخر، وليس معتاد على المركز الثاني، عواد انطلق إلى الصدارة، انطلق إلى المركز الأول، عواد بانطلاقته، عواد باندفاعته، وسلام الخرس على سلام مع انطلاقة عواد على أول المراكز ومع اندفاعته إلى خط النهاية كما اعتاد، هذا الشعار على حصد الرموز وعلى حصد المراكز المتقدمة. نشكر قانم على خير هذا التقديم وعلى أمرنا. السعيد بن علي بن راية المري، يا سلام الشاهينية
مع براية تحسم مجريات الشوط وتنتزع المركز الأول بدون أي منافس على الإطلاق. تهانينا يا سعيد بن علي براية، ومشكور يا براية، مشكور على هذه المواصيل، ومشكور على ما قدمته اليوم، ومشكور على يا سلام، مشكور على مواصيل الشاهينية، على ما وصلت إليه الشاهينية من تضمير ممتاز وعناية فائقة. هذه الشاهينية مشاهدينا الأعزاء تضرب بيد من حديد على جميع المشاركات وتنتزع السلام والفوز. بتهانينا لسعيد بن علي براية المري على الفوز المستحق المركز الثاني. مرحبا. عبارة سالم بن زاهرة، هل المعراض بن زاهرة، يا سلام. إذن الوقت الحساس، اللحظات الحساسة، هنا بن زاهرة، مبارك بن سالم بن زاهرة في الوقت القاتل مع الباز ومع سلالة الباز. سلام لمبارك، سلام، سلام لبن زاهرة، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانفراد. يأتينا في الوقت الحساس لينتزع المركز الأول وينتزع نقطة هذا الشوط. سلام السيلية، سلام، سلام لهل المعراض على هذا الفوز مع مبارك بن سالم بن زاهرة. يا سلام، يا سلام، وانفرد انفراد كبير عن بقية المنافسين. تهانينا والناموس المبارك من سالم بن زاهرة على فوز الباز بهذا الشوط. انطلاقة أخيرة بينما المركز الثاني الحذرة جار الله بن جهويل المري، المركز الثالث، المركز الثالث شعار بن ضابط الدوسري مع المركز الثالث، ولكن خلوني مع المقدمة مع غصابة، غصابة اللي انطلقت في هذه اللحظة وأعلنت حضور هذا الشعار، أعلنت تسجيل اسمها في قائمة الفائزين. غصابة سالم بن عبد الله بن سعيد المخيث، يا سلام، يا سلام، درب لغصابة، يا سلام. تهانينا، تهانينا والناموس لمالك غصابة سالم بن عبد الله بن سعيد المخيث على هذا الفوز المتميز. شارد محمد أو مبارك بن محمد بن علي جربوعي المري مع المركز الثالث. اخترق الأمور، انطلق يا الخيارين، انطلق الجربوعي، الشارد غير إلى مقدمة الشوط، شرد الشارد بالناموس، خذ الناموس الجربوعي، الجربوعي خذ الناموس، يا سلام. الشارد مبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري أعلن حضوره باللحظات القاتلة يا الخيارين، أعلن فوزه بهذا الشوط. أهني مالك هذا الشعار، أهني مالك الشارد مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري على هذا الفوز المتميز. المركز الثاني هباش فهد بن سيف محمد. حرك موسيف في هذه اللحظات، لكن لمن نفوز، لمن هذا التتويج؟ فهد بن سيف بن محمد آل بوسعيد الخيارين. يا مشاهدين الأعزاء، في هذه اللحظات نزف لها التهاني، نزف لها التبريكات، التهاني والتبريكات مع العنود، العنود وراهية، راهية، راهية، راهية. مشاهدينا الأعزاء، لمن الفوز؟ راهية، أما العنود، العنود، العنود بالفعل. فهد بن سيف بن محمد آل بوسعيد فاز الخيارين، فاز الخيارين. مشاهدينا الأعزاء، فاز بالناموس فهد بن سيف بن محمد آل بوسعيد الخيارين، مركز الثاني. ولكن فايز بن عبد الرحمن البلوي الضيف القادم من المملكة العربية السعودية الشقيقة مع شاهين. يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام. مشاهدين الأعزاء، شاهين، شاهين وابران، شاهين وابران، ولكن البلوي قادم، البلوي قادم في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام، المشروم يسيطر، يسيطر، ومية متر الأخيرة. مشاهدين الأعزاء، وبران أم شاهين، شاهين أم وبران، اللحظة الأخيرة، ولكن وبران يا البلوي فاز، وبران، والتهنئة لعبد الهادي بن علي. سلهودة بهذه الانطلاقات الصاروخية، بهذا الإبداع والتميز. سلهودة غيرت، تسللت هنالك مع الصدارة وتسللت إلى أول المراكز، إبراهيم بن حمد النعيمي
يقدم لنا سلهودة مع المركز الأول، لكن عادت مزنة مع المركز الثاني تريد أن تعيد أمورها المسلوبة والمنهوبة. مزنة وسلهودة، سلهودة ومزنة، اللحظات الأخيرة الأمتار الحرجة، ولكن مزنة هي صاحبة الكلمة، هي صاحبة أو سلهودة هي صاحبة الكلمة والناموس. لحظة وصول سلهودة إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. ثاني التبريكات لإبراهيم بن حمد النعيمي على حصول سلهودة على المسلوبة. الشامخ عبد الهادي بن محمد بن حبيش النابت، ولكن اعود مع نوادر النادره بنوعيتها، النادره بانطلاقاتها، النادره بتشكيلياتها الجميله. هذا الرقص المميز، هذا الاداء الجميل، هذا العرض الذي يتميز به هذا الشعار، شعار عبد الهادي بن حمد بن ترحيب النايفه الذي يقدم لنا نوادر مع الصداره، نوادر مع المقدمه. اذا ايها الحب الكريم، نهني مالك نوادر على حصوله على المركز الاول ولحظه وصوله الى خط النهايه معلنه الفوز والناموس. ثاني تبريكات لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب النايفه، المركز الثاني كان وصولا قبل. الله يا ابو مهيره، عماجه مشاهدينا الكرام، عماج ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، طارت عماجه اقلعت عماجه مشاهدينا الكرام. السلام يا سلام، تحيه واحترام لك يا ابو مهيره على هذا الناموس. حمد بن سعيد بن مهيره المري، نهنيك على هذا الانتزاع لهذا الناموس بجداره وباستحقاق. هذه عماجه تصل الى خط النهاية، تهانينا لحمد بن سعيد بن مهيرة المري على هذا الناموس. المركز الثاني يصل شعار حشر بن ظفر الهاجري مع رمز. هي من تنتزع هذا الناموس الغالي، هذه حظ أيها الإخوة، هذه حظ عند لائحة 300 متر الأخيرة، ولكن الوضع ما يطمن يا أبو منصور، الوضع ما يطمن. تهانينا من أعماقنا لك يا غانم يا أبو منصور يا بن سيف يا الخيرين على هذا الناموس. هذا الناموس ناموس حظ، ولحظة وصولها إلى 100 متر الأخيرة، لحظة وصولها إلى خط النهاية. تهانينا لقانم بن منصور السيف الخيرين على فوز حظ وتحقيقها بهذا الناموس. المركز الثاني شعار ملحان بن راشد بن حبيبه المري.